السلام عليكم اعزائي مشاهدات اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقه جديده من قناه وصفات احلام. اليوم ان شاء الله طبق السمك في الفرن، طريقه سهله وسريعه وفي نفس الوقت صحيه ولذيذه جدا. تابعوني وشاهدوا المقادير وطريقه التحضير. نبدا ان شاء الله بمقادير. ساحتاج الى سمك مغسول جيدا، اي نوع من السمك الذي تفضلون. قمت بغسله جيدا وتقطيعه على هذا الشكل. بطاطس مسلوقه نصف سلقه مقطعه على شكل دوائر، ونفس الشيء بالنسبه للجزر. زيت زيتون، طماطم مقطعه بالاضافه الى فلفل اخضر مقطع، ويمكن استعمال الفلفل الاحمر، فلفل حادق. استعمل عصير ليمونه واحده، بقدونس وكزبره مفرومين ومدقوقين. ساحتاج الى كركم، ثوم، بابريكا وتحميره، كمون، ملح، زنجبيل، فلفل اسود، يمكنكم تعودوا بالفلفل الحادق، زعتر، والى طماطم مركزه. ساحتاج الى صينيه الفرن او اي اناء يدخل الى الفرن. استعملت اناء من الزجاج. صففوا الجزر، ثم البطاطس. ضروري سلقها نصف سلقة لأننا سندخلها إلى الفرن. الآن سأضيف فلفل أخضر، نصففه فوق البطاطس. يمكنكم وضع خضر أخرى، يمكنكم وضع الكوسة أو القرع الأخضر، تبقى الخضر حسب الرغبة. ثم الطماطم مقطعة على شكل دوائر، بالنسبة للتوابل أنا سأضع أولا زيت الزيتون، سأضع الزعتر، الملح، طبعا الملح حسب الذوق، فلفل اسود، قليل من الكمون، فقط القليل من الكمون، كركم، بابريكا وتحميره، زنجبيل، ثوم، 6 فصوص من الثوم، طماطم مركزه، بقدونس وكزبره مفرومين، بالإضافة إلى عصير الليمون. أقوم بخلط كل التوابل. بعد أن انتهيت من خلط التوابل أو الشربولة، سأضعها هنا في السمك. كذلك في الوسط من هنا. هكذا حتى تتشرب التوابل. ثم أضعها في الصحن جانبا. بالنسبة للتتبيلة المتبقية، سأضع فيها كأس من الماء، أمزجها جيدا. ثم أضعها فوق الخضار. هكذا طريقة سهلة. وأخيرا سأضع السمك بهذه الطريقة. وهنا سأضع الفلفل الحادق. الآن سأضعه في الفرن حرارة متوسطة تقريبا مدة طهي 40 دقيقة. وهذا هو الشكل النهائي لطبق اليوم، أتمنى أن تجربوه. إذا عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا لايك للفيديو، بارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم، تابعونا في لاشين، وما تنساوش تشتركوا في الصفحة ديالنا في فيسبوك. السلام عليكم.